خير وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع محاضرة جديدة، المحاضرة الثامنة. بس قبل ما نبدأ بمحاضرتنا، نحن بنتمنى يعم الأمن والسلام على شعبنا بفلسطين، ونوجه لهم تحية، وإن شاء الله بيقدروا يتخطوا الأزمة اللي هن عايشين فيها وترجع الحياة سعيدة بغزة وبغيرها من المناطق. يعني اليوم عم تشهد صراع كبير بالمنطقة هنيك، ونتمنى لهم يخلصوا من هذا الوضع السيء اللي هم عايشين فيه. رح ندخل على الدرس هلأ. هلا بدنا نعرض لكم كيفية حساب الإجهادات الإزاحة، وكذلك ردود الأفعال الناتجة عن تأثير قوى خارجية لبروفيل مربع، وبيان تأثير شكل البروفيل على الإجهاد والإزاحة الناتجة في الفيديوهات. طبعا في فيديوهات نحن هسه ثلاثة مخططين نعملها، وراح نحلها بطريقة تحليلية وعن طريق برنامج سوليد ووركس، ونقارن النتائج. هلا الطريقة هي نفس الطريقة اللي نحن حلينا فيها، فممكن نختصر الوقت انه انتم ترجعوا على المحاضرات السابقة بالفيديوهات قبل، وهيك نحن بنعطي أفكار جديدة بكل درس. واللي بيحب إنه نشرح كل درس بالتفصيل فيكتب لنا بالتعليقات إذا بده هذا الشيء. نص السؤال هو: احسب ردود الأفعال والعزوم وكذلك إجهاد الانحناء والإزاحة الناتجة عن تأثير قوى الشاقولية لجائز مثبت من طرف وحر من الطرف الآخر، ومقطعه بروفيل مربع كما هو مبين بالشكل. إذا علمت أن مادة الجائز هي خليط الحديد، ومعامل يونغ للمادة هو 210,000 نيوتن على متر مربع، الأبعاد مبينة بالشكل، السماكة 10، الإكس والواي 100%، الطول بعد القوة 1500 عن المسند 1500 مليمتر. حل التمرين: عندنا ردين فعل وعزم، وعندنا قوة باتجاه الأسفل. طيب، لحسوب ردود الأفعال نفس الآلية اللي اتبعناها بالمسائل السابقة: مجموع القوى على المحور X بيساوي صفر. لا توجد قوة على المحور باتجاه المحور X. طيب، على المحور Y سيجما اف بي ناقص 1500 بيساوي صفر. طلعنا ال اف واي بي، هذا مجموع العزوم حول المسند بي بيساوي صفر. هلا نحن في شغلة بتريحنا، انه عندنا عدة خطوات نفسها عم نعيدها بشكل تقليدي يعني، فنحن مباشرة نعمل قانون قوانين فورا محصلة القوى على المحور X وعلى المحور Y، وبعدين نروح على مجموع العزوم حول المسند بي بيساوي صفر. هيك بنحل الكل المسائل. إم باندينج بيساوي القوة ضرب الذراع بيساوي 1500 ضرب 1.5، بيطلع معنا العزم بالنيوتن ضرب متر. طبعا هذا هو الحل باستخدام السوليد ووركس. ملاحظ انه تطابقوا النتيجتين يعني. هلا حساب اقصى اجهاد انحناء شو هو؟ السيجما بيساوي الام على زد. شو هي الام؟ هي العزم وحسبناها. والزد شو بيساوي؟ الزد بيساوي عزم العطالة للمقطع على السي. طبعا شو هي السي؟ السي هي 100/2، هي النصف يعني نصف القطش. هلا نحنا بدنا نحسب عزم العطالة. عزم العطالة شو بيساوي؟ المساحة الكبيرة ناقص المساحة الفراغ على 12.
فنحن عندنا بي ضرب اتش للتكعيب ناقص البي سمول لتر ضرب اتش سمول لتر للتكعيب على 12. سي بعد النقطة عن المحور المحايد، مثل ما قلنا النص يعني. نرجع نعوض بالزد، يبقى علينا نحن سيجما سو ام على زد بالميجا باسكال أو نيوتن على مليمتر مربع. ننتقل لحساب الإزاحة، فنحن عندنا جدول أخذينه من كتاب، منعوض بالقوانين. المعطية معنا الـ M في الجدول هي نفس القوة الخارجية وهي F، الـ Y تساوي F ضرب L للتكعيب على 3 E بي I، حيث الـ F هي القوة الخارجية وتساوي 1500 نيوتن، والـ L 1500، وعزم العطالة حسبناه. هلا ننتقل نحن للحل التحليلي باستخدام برنامج السوليد ووركس. فبنبدأ برسم السكتش. لترسم سكتش في عندك عدة نقاط بدك تلتزم فيها، أهم الأبعاد، وتقيد الأبعاد بالنسبة للمركز بشكل دائم، وعندك مجموعة واسعة من الخيارات لحتى ترسم وتقيد بالأبعاد. يعني مثلا بهي الرسمة اللي قلنا فينا نقيد بالنسبة للمركز المستطيل، فينا نعمل متوازيات، وفي خيارات منيحة لحتى نحن نختارها. التصميم بيعلمك الصبر، فممكن انت تعيد التصميم اللي إلك بالكامل مرة وتنتين وثلاثة قبل ما تسلم العميل. فهي النقاط بدك تكون حذر فيها بشكل دائم، انك تكون صبور. ايه، فهلا بننتقل نحن للدراسة، بنختار Simulation New Study، وبعدها بنسمي الملف أو الدراسة باسم التمرين السابع، هي المحاضرة الثامنة. بعدين بنضيف المادة اللي هي خليط الحديد، طبعا نفس المعطيات. ونقوم بتثبيت من طرف، ونفعله كجائز، نثبت بالمفصل. هون بنحدد ردود الأفعال، بعدين بنضيف القوة من الطرف المفصل الثاني. بالنسبة للسطح العلوي بنحدد 1500 نيوتن، يعني عبارة عن عم نكتب المعطيات، نحن عم نترجم يعني. يعني بالنسبة للبرمجة بحس انه مثل اللي عم يترجم للغة الكمبيوتر. وهي بالتصميم نحن نفس الشيء، عنا معطيات وعم نقوم بملئها. منقوم بتقطيع الشكل، وبعدها من نعمل رانز ستادي، بصير عندنا الدراسة جاهزة. هلا يعني نحن فينا نعدل بطرق الإظهار بحيث تكون أوضح يعني. ونظهر النتائج يعني بطريقة مناسبة يعني.
اللي عنده أي سؤال أو استفسار يكتب لنا بالتعليقات. نسخة السوليد هوني 2017، بس كله قريب من بعضه يعني. ونشوفكم بالدرس القادم.